على مشاري في منطقة العمليات الأحمر، كرة تنفذ هنا، المتابعة من قبل هنا، الخطورة والضغط والرأس، مولود 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 مولود، هنا التوغل من عمر مبارك، عمر 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 ويحافظ على كرته ويسدد، والرأسية رأسية ضاعت من الكونكورد، وسيد أحمد القاسم يتفاعل مع هذه المحاولة. كرة النهاية من حكم المباراة السيراليوني بانزج باللاعب رقم 26 محمد الأمين، حمية أسماء تشبه كثيرا أسماء الوطنية الجنوب الجزائري عموما، يتشابه مع الوصول إلى دور المجموعات لكأس الكونفدرالية، وكرة ومحاولات متتالية وخطورة تشكل على دفاعات الكونكورد، لا بد لسيد أحمد القاسم من التعامل معها، لا بد من تغيير الخطة، لا بد من غلق المنافذ. على النهاية هنا الركنية وهدف التعادل، هدف التعادل يأتي في وقت قاتل، هدف التعادل. نعم تحدثت كثيرا عن هذه النتيجة، تحدثت هنا الفرحة، هنا الاحتفالية للغواص. أهداف أيمن عبد العزيز، أيمن وخطورة أيمن دائما، وأيمن وهدف ثاني، هدف ثاني ولا أروع من أيمن عبد العزيز الذي لا زلت أتحدث عن خطورته. انتصار، وأخيرا صافرة الحكم السيراليوني تهدي الاحتفال.